السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقه. اليوم ان شاء الله نخدموا حركات تسخينه ديال لا سوبليس من بعد ما نجري الفوتينغ ديالي، من بعد ما نجري خصوصا مسافه شويه طويله ما امكن اللي تقدر عليه، على حساب لانه لا سوبليس كتبغيك تسخن مزيان. المهم نخدموا اليوم حركات تسخينيه، نبداو بالتسخينات ثم التمارين ديال لا سوبليس. بالنسبه للتسخينات نخدم عادي، الحركات معروفين، نسخن مزيان، رجليا على اليمين يسار، نهبط ونطلع، نخدم نفعل هونج ديالي شويه على الجهات اليمين ويسار. المهم غير كما قلنا في احد الدروس، ملي نبغي نخدم خصوصا في هذه الحركه ما نخدمش هنايا عنيف، غير باللين ونهبط غير بشويه هنايا. المهم هذه تكون مسرحه وعلى هذا الشكل، وكنهبط شويه هنا وكندور ندور انايا هنايا، غادي بشويه وكندور هنا نبعط ما امكن فهم، وهذه نخليها مسرح ملي نهبط لا تجمعت ليا شويه. المهم نعاود نسرح هذه هنا ونهبط صافي. الجهه الاخرى كنهبط كندور، ملي نخدم هذه الحركات يمين يسار ونسخن مزيان، دابا نخدمو لا سوبليس. نمشي نحاول نهبط صدري عند هاد الجهة، نهبط صدري هنا لتحت مزيان، الجهة الأخرى ونبقى كنخدم يمين يسار، تنحس براسي سخنت مزيان. تاني كنهبط هنا أمام، المهم تحس براسك صافي موجود سخون. دابا غندوز التمارين اللي غنخدمو، هادي لا سوبليس ولكن غنزيد لكم بعض التمارين مهمة مزيان، غير حاولوا تركزوا معايا فيها. المهم بالنسبة للتمارين، حاول نخدم يديا في الأرض، إذا ما قدرش نحط يديا في الأرض كاملين نحط إصبعي مفهوم، بحال هاد الحركة هنايا كنحط يديا هنا وكنحاول نوقف هنا ويديا في الارض فهم، نوقف ويديا في الارض، اذا ما قدرتش نحاول نخدم هنا فهم. هذه الخدمه الاولى، واضح؟ قلنا نحط يديا في الارض، نخلي يديا في الارض ونوقف هنايا هنايا. الثانية تقريبا نفس الخدمة، غير هي كنجي نبقى نخدمها واقف طالع هابط، نخلي رجليا محلولين لقد كتافي وكنخدم هنا واحد. في الأول إلا ما قدرتيش حط غير صباعك غير هنا، ومن بعد حاول تحط يديك هنا المهم شنو؟ يكونوا ركابيه مسرحين، من نهبط من نخدم هنا ما نتنيش ركابيه هنا، خلي رجليا مسرحين مزيان وديالي تهبط حتى الارض. ملي نسالي هذا التمرين نجمع رجليا هنا بجوج، نحاول نمشي لجهه واحده، واحد نحاول نحط الكفوف ديالي ديال الارض هنا، ثاني جهة الجهة الأخرى، إلا ما قدرتيش تحط يديك قلنا بدا غير بصبعك بشوي بشوي. ملي سالي التمرين دابا تهيأت باش نخدم، نحاول نفرق رجليا لا قد كتافي ونحاول ما أمكن نهبط براسي. دابا المهم كيما قلنا هنا مطوندين مزيان هنايا ما نجمعهمش، وكنبقى نهبط غير بشوية هنايا باش ما باش نتجنب انه هو من ديشيرير، وهذا ما نهبطش يعني بحال هكا هنا فهم، نحاول نهبط غير بشوي بالتدريج غير شويه هنايا، غادي غادي كنشد في رجلي اللور
فهم غير بشويه، منين نهبط الى عيس نعاود نوقف ونعاود محاوله ثاني من جديد غير بشويه. هذه الحركات مفيده بالنسبه لا سوبليس. من بعد ان شاء الله نزيدكم حركات اخرين، لانه كما كتعرفوا فيديوهات قصيره ما نقدرش نكثر لي زيكزيرسيس. المهم هادو مفيدين، من بعد التسخينات ضروري يكون سخون مزيان. ولكن منين بدا لا سوبليس، فين ما حسيت بشي حاجه يعني في المفاصل ديالي، ولا حسيت براسي تقصحت، نحبس حبس خدمه نهائيا حتى تعاود مره اخرى. هذا فيما يخص هذه الحلقه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى تشاركوا معنا في القناه باش يوصلكم ديما الجديد، والى حلقه مقبله ان شاء الله. السلام عليكم.